التفكير الإيجابي وإزاي يكون عندنا نوع من أنواع الطاقة الإيجابية، إزاي نقدر نواجه مشاكل الحياة، الظروف اللي حوالينا بشكل وبصورة مختلفة، إزاي نقدر نحس إن إحنا بنصدر للي قدامنا طاقة إيجابية وكمان لنفسنا علشان نقدر نتعايش ونحس إن إحنا مبسوطين، وده بيخلينا أكيد بنقدر نتعايش مع الحياة بصورة وبشكل أفضل، بيكون صحتنا كمان أفضل. طيب عايزين نتعرف أكتر على فكرة الطاقة الإيجابية وغيرها من الأسئلة اللي حول هذا الموضوع، هتكون معنا ومعاكم الأستاذة سارة محمد، لايف كوتش واستشاري علاقات أسرية. أهلا وسهلا بك معنا. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي كده، يعني دايما قبل ما نقول موضوعنا وهو الطاقة الإيجابية، أنا عايز أعرف إزاي يكون أي حد عنده طاقة سلبية أو بيصدر طاقة سلبية. هقول لك على حاجة، أنت مثلا لما بتشوفي حد أول مرة تشوفيه، بتلاقيه مثلا تيجي تقولي له ازيك عامل ايه، تلاقيه داخل عليكي والله ده انا تعبان، ده ظروف الدنيا وحشه، صح كده؟ مش بتلاقي الناس دي كتير. دايما يبدا يديلك الاشارات والموجات الذبذبات السلبيه بتاعته، فبالتالي انت تبقي حاسه ان انت لما بتشوفي الشخص ده ما بتبقيش مرتاحه. في اشخاص لما بتشوفيها سبحان الله اول مره ما تحبيهاش، صح؟ وفي اشخاص لما تشوفيها تقولي ده طاقته حلوه، ده انا حبيته. هي دي نفس الفكره، الفكره ان في ناس بتطلع ذبذبات كلها سلبيه وناس بتطلع ذبذبات كلها ايجابيه. طب استاذه ساره، سواء السلبي او الايجابي، هو مدرك ان هو بيعمل ده ولا ده بتبقى حاجه في طبيعته هو الشخصيه؟ لا، بتبقى في طبيعته الشخصيه، بتبقى من الطفوله كمان. لان انت لو انت مثلا كطفل، عندك طفل لما يصحى من النوم كل يوم انت مجبره وملزمه تقولي له النهارده يومنا حلو، النهارده ان شاء الله هنعمل حاجات ايجابيه، النهارده انت كويس، النهارده طاقتك حلوه. لازم تصحى من النوم الصبح تعملي له حاجه اسمها تمرين الامتنان، دي اول ما بيصحى يفتح عينه، النهارده صباحنا جديد وحلو وان شاء الله ربنا هيدينا حاجات كلها ايجابيه. لازم، يعني انت اللي بتعوديه. في بقى ام تانية انت فاشل، انت مش عارف تعمل حاجه، بتحط جواه اصلا طاقه سلبيه فظيعه، فتلاقي الولد ماشي كتله نكد. فده بيبقى من الام اساسا، هي اللي بتزرعه في الولد. طيب يعني كده احنا بنتكلم على ان التربيه هي الاساس في تصدير الطاقه في البدايه. طيب هبتدي بقى اتعامل زي ما انت قلتي، انا هتعامل مع حد هيبتدي يقول لي الحياه والظروف ويبتدي دايما مصدر للشكوى، صح؟ زي ما بنقولها كده باللغه الدارجه، هو شكاي قوي قوي، يعني بحس انه على طول بيشتكي، يعني ما فيش مره بيقول الحمد لله الدنيا تمام، صح؟ طيب ممكن الطاقه دي بيصدرها لي طبيعي، اللي بيستقبل الطاقه السلبيه على طول بيتحول لسلبي، ولا الموضوع برضو انا بيعتمد عليا انا شخصيا؟ لا، بيتحول هو لسلبي. ويا سلام بقى لو كان الشخص ده عايش معاكي، هيخليكي محبطه في كل حاجه. وخدي بالك ان الشخص السلبي دايما فاقد للشغف، دايما، يعني الشخص اللي عنده سلبيه دايما ما بيحبش يعمل حاجات جديده، تلاقيه قاعد في سريره طول الوقت، يقول له مثلا تعالى نروح الجيم نعمل حاجه، لا طب ليه، انا لا انا قاعد مكاني. فدايما الشخص السلبي بيصدر لك فقدان للشغف. تيجي طب تيجي نخرج، هنروح فين؟ طب تيجي نعمل حاجه، ليه؟ فدايما الشخص ده بيبقى مش سوي من جواه، مش طبيعي. طب استاذه ساره، في اماكن للطاقه جوه الانسان، يعني دايما نقول في مراكز للطاقه، ايه اهم مراكز الطاقه، او ازاي انا اقدر اتعرف على الطاقه اللي جوايا؟ بصي، مراكز الطاقه دي حاجه اسمها الشاكرات، دي كلمه هنديه قديمه قوي. عندك 7 مراكز للطاقه، شاكره التاج ودي بتبقى فوق، شاكره العين الثالثه ودي في النص، والحنجره والقلب، وشاكره الجنس والجذر، والظفيره الشمسيه الجنس الجذر. حلو كده، دي 7 مراكز للطاقه. اكتر حاجه بتصدر الطاقه للانسان ايه هي؟ القلب والشاكره اللي هي التاج اللي فوق، التفكير الكتير وشاكره القلب. ليه؟ لان لما تلاقي حد مثلا قلبه دايما فيه ضغينه للناس، قلبه بيحقد، قلبه مش حلو، ما بيحبش الخير للغير، هتلاقيه باستمرار بيصدر لك طاقة سلبية. هتطلع منه الطاقة دي، هتخش في مراكز الطاقة بتاعتك انت على طول على طول. احنا عندنا 7 طاقات، كل طاقة مسؤولة عن حاجة. يعني عندك الزفيرة الشمسية دي مسؤولة، مش يقول لك مثلا انا لما بفرح معدتي بتوجعني، او لما بزعل معدتي بتوجعني، دي مسؤولة عن الاحساس المركز بتاع الحتة دي، السعادة او الحزن بالظبط. تمام. القلب نفس الحاجة، بس خدي بالك ان القلب لما بيبقى جواه طاقات سلبية دي اكتر حاجة بقى بتتصدر لك على طول. ونفس الحاجة برضو شاكرة التاج. تمام. الناس اللي عندها التفكير الزايد،
دايما هتلاقيهم عندهم طاقه سلبيه دايما. طب هو انا ممكن يعني المس يعني اكاتش بسهوله كده مين عنده طاقه سلبيه واحس ان هو ده شخص لازم تحس ان البعد عنه غنيمه زي ما بيقولوا؟ اول لما تشوفيه اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم هتلاقيه ان هو بدا ازيك انا والله ده انا عندي كذا وعندي كذا وسبت عيالي في البيت جعانين وهتلاقيه عارفه طب انا الحياه اتقفلت كلها انا بسالك ازيك بس وهتحس انت بقى بالطاقه في وقتها على طول على طول على طول. مش اقول لك انا لما بشوف الشخص ده بحس كده ان انا اتقفلت زي ما بيقولوا نفس الحاجه. وفي ناس لما تشوفيها تلاقي طاقتهم حلوه ومفتوحه. طيب. في ناس مصدره للطاقه السلبيه وفي ناس بيقولوا ان هم لو هم قاعدين في وسط المجتمع هم بيمتصوا الطاقه السلبيه الايجابيه وبيحولوها لسلبيه. في ناس فعلا كده ممتص اللي بيمتص الطاقه ده عموما هو نفسه بيبقى عنده مشكله. زي ما انا قلت لك احنا عندنا مشكلتين هما اللي بيمتصوا الطاقه، فقدان الشغف والاكتئاب او جروح الطفوله كمان. طب انا اعرف منين ده ايه وده ايه وده ايه؟ لما تلاقي زي ما انا قلت لك الشخص اللي بيبقى عنده جروح طفوله ده بيبقى لما بيكبر بيبقى مش عارف يتعامل مع الناس، هتلاقيه واخد جنب لوحده كده. فدايما تلاقي الشخص ده لما حتى تيجي تكلميه مصدر لك طاقه سلبيه كبيره. واللي عنده اكتئاب هو بقى اللي انا بقول لك عليه، اللي تيجي تساليه اعمل ايه انا مش كويس انا تعبان، هي الحاجات دي. فاحنا محتاجين من الطفل وهو صغير نأسسه ازاي يصدر طاقته الايجابيه للناس مش السلبيه. طبعا. يعني ما يجيش يكون عندك طفل تقولي له مثلا انت مش هتنجح في المدرسه، انت شوف ابن خالتك احسن منك، حاجات اللي كل الامهات بتعملها. بلاش 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 خالص. طيب ازاي استاذه ساره انا واللي حواليا من اسرتي لاولادي ازاي اقدر اشحن نفسي بالطاقه الايجابيه وابعد عن الطاقه السلبيه عشان اقدر يعني اتعامل مع الحياه احس اني مبسوطه؟ ازاي اقدر اعمل ده لما احس ان في طاقات سلبيه بتدخلي حتى لو من الظروف اللي حواليا؟ ازاي انا اعمل كده يعني تاني ريبليسمنت تاني للطاقه الايجابيه؟ طيب هاخدها لك ستيب ستيب كده. لو انت قاعده في البيت عايزه تطلعي الطاقه السلبيه من البيت اول حاجه هتعمليها ان انت اول ما تصحي الصبح من النوم تفتحي كل الشبابيك بتاعه البيت وتشغلي ايا كان بقى يعني القران او المسيحيين اي حاجه في الانجيل ايا كان، تبداي تشغلي الحاجه اللي هتطرد لك الطاقه السلبيه. حلو كده. وزي ما قلت لك عندنا اهم حاجه الطاقه السلبيه طردها الملح الخشن. الملح ده بتحطي منه في جوانب الشقه ده فظيع في امتصاص الطاقه السلبيه لانهم اصلا بيستخدموه لليوجا في طرد الحاجات السلبيه. تمام. حلو كده. طيب انا بقى عايزه اطلعها من نفسي مني انا كل يوم هقعد مع نفسي لمده نص ساعه افرغ المشاعر السلبيه عندي. يعني النهارده حضرتك مثلا عايزه تقعدي مع نفسك تطلعي كل اللي عندك، لازم تقعدي مع نفسك نص ساعه او ربع ساعه في اخر يومك انا حصل معايا كذا وكذا وكذا والنهارده هفرغه بالشكل ده. تمام. طب هتفرغيه ازاي؟ ايا كان بشكل كتابه او تتخيلي ان الموقف حصل وانت رديتي بنفس الرد اللي كنت هترديه في وقتها. الحاجات دي بتفرغ الطاقه السلبيه جدا. الحاجات اللي بتخلي ان احنا يكون عندنا طاقه سلبيه ان احنا بنكبت مشاعرنا. فقبل ما ننام نص ساعه نقعد مع نفسنا نطلع كل الطاقه السلبيه اللي عندنا دي. واحسن حل طبعا الكتابه ان احنا نكتب كل حاجه على الورق. ده يعني من يعني الاستشارات البسيطه اللي فعلا سريعه. استاذه ساره انت نورتينا النهارده وديتينا شويه طاقه ايجابيه وعرفتينا يمكن خطواتنا للطاقه الايجابيه. احنا بنشكرك جدا واكيد لينا حلقات ثانيه ان شاء الله. نشكرك جدا باذن الله. ميرسي. بكده مشاهدينا كنا وصلنا لنهايه فقرتنا لكن لسه حلقتنا ما خلصتش، هنخرج لفاصل ونرجع مره ثانيه مع هدى. خليكم معانا. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتم واستمتعتم بيها. والنهارده كان عندنا فقرات مهمة، من ضمن الفقرات فقرة خاصة قدمتها لحضراتكم تعليم ولادنا المبادئ والقيم، وده مهم جدا في زمن فتن فيه كتير، لازم الولاد يدخلوا المعركة الحياة وهم مسلحين بالفعل. فعلا كانت من الفقرات المهمة جدا يا هدى، فكرة تربية الأولاد وإزاي نقدر كمان يعني يواجهوا الكثير في الجديد في الحياة. الموضوع ما بقاش زي الأول، هم عندهم تحديات على فكرة أكبر مننا بكثير، يعني يمكن أكتر من الأجيال السابقة. كمان كان معانا من الفقرات المهمة جدا هو استكمالا طبعا للي هدى بتقوله، هو فكرة الطاقة الإيجابية، إزاي بقدر كمان نربيهم ونعلمهم إزاي يكون عندهم إيجابيات، إزاي يحسوا إن هو أي سلبيات هم بيبعدوا عنها ويستكملوا
حياتهم بشكل ايجابي، واكيد ده كمان هيفرق في التربيه، وهي كمان معايا اثرت على ان البدايه من الام، البدايه من التربيه وهم صغيرين. دي حقيقه. وكمان طبعا الصيف، كل سنه وانتم طيبين. اهم حاجه الحمايه في الصيف مع التعب والادوار. ربنا يقدركم على الصيف وعلى الولاد. ايوه. بشكر حضراتكم، وان شاء الله باذن الله لقاء جديد بكره مع اسره جديده وزينب بتعمل بيوت. اشكرك جدا يا هدى، اشكركم مشاهدينا، بنتمنى حلقتنا تكون نالت اعجابكم. على وعد بحلقات متجدده وزينب بتعمل بيوت.